شهر رمضان، ما أن يقبل على العراقيين تراهم يشعرون بالسعادة الغامرة لاستقباله والمضي بالتواصل مع الأقارب والأصدقاء على الرغم من الجائحة التي أطاحت بالأمسيات والأجواء الشعبية، ليأتي دور الحكومة العراقية بتوفير العلاجات اللازمة لعودة الحياة بصورة طبيعية. كل عام أنتم بخير، رمضان كريم عليكم إن شاء الله وعلى أمة أمير المؤمنين، الصلاة على محمد وعلى محمد. نتمنى من العالم الإسلامي والعراقيين الالتزام بالوضع الصحي الكورونا والابتعاد عن التجمعات وعن كل اللي يعني حتى اللي الإنسان اللي مريض أنه يعتني بالآخرين، أنه لا يخرج من البيت إذا كان مصاب أو يشعر بالإصابة، لا يتحدث مع الناس، لا يلتقي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يعم الخير والأمان للبلد ويستقر الوضع إن شاء الله. رمضان بيميزه أنه بيعمل تهذيب للنفس تماما، للمدخنين صحتهم، المواطن العراقي صار عم يتحرك بكل أريحية بفضل اتخاذ القرارات بالجهات المعنية لسبب كارثة كورونا. الأمور طبيعية، الأجواء رمضانية بحت، رواق الجو، وإن شاء الله بينعاد على الكل بالخير والصحة والعافية. الخروج والتبضع في الأيام الرمضانية هي من الطقوس اليومية للكربلائيين، وما توفره الإدارة المحلية هي الإجراءات الأمنية وحركة السير التي تكون مزدحمة في هذا الشهر عن غيره، ليكون عمل مديرية المرور هو تسيير العجلات وعدم التسبب بالقطوعات للحفاظ على المدينة بصورة عامة. خصوص إجراءات مديرية مرور محافظة كربلاء المقدسة خلال شهر رمضان الكريم، إجراءات يعني وضعنا خطة قبل الإفطار، نشر مفارز ضمن القاطع المسؤولية، نشر ضباط ضمن الأسواق، أيضا عدنا خطة عمل بعد الإفطار، نشر دوريات، تعزيز من قوة المقر بإشراف السيد مدير مرور محافظة كربلاء المقدسة، أيضا عدنا السادة الضباط، الأخ مدير البلدة، السادة ضباط ومراء القواطع مباشرين ضمن قواطع المسؤولية. إجراءاتنا هي إجراءات أولا تكون فك الازدحامات المرورية، خدمة إنسانية، خدمة المواطن. في خضم الأجراءات الصحية والأمنية، تستقبل العوائل الكربلائية شهر رمضان بالدعاء للتخلص من فيروس كورونا. لقناة التغيير الفضائية، جاسم الهميم، كربلاء.